على الرغم من أن بحيرة وادي الوشواش الفيروزية لا تبعد سوى 4 كيلومترات عن منطقة رأس الشيطان شمال نويبع، لكن تعتبر منطقة سفار فريدة من نوعها. تحيطها جبال الفيروز والجرانيت من جميع الجوانب، وتتساقط فيها مياه السهول والأمطار. إنها تقع في طي النسيان، وتقتصر الرحلات إليها على التي ينظمها القادمون لمنطقة رأس الشيطان، ذلك بمساعدة بدو نويبع عن طريق سيارات الجب والدفع الرباعي، حيث أن الطرق غير ممهدة لسير السياح بها. أرض الفيروز المحاطة بوادي الوشواش تلك البقعة التي تتميز بطبيعة ومناخ ليس له مثيل. تاريخ عريق يمتد لأكثر من 10,000 عام. أما عن حكاية وادي الوشواش، فسيناء هي أرض الجبال المقدسة والوديان الساحرة وكذلك المحميات الطبيعية. فأهم تلك الوديان ذلك التي يقع في جنوب شرق سيناء، وتحديدا في محمية أبو جالوم بمدينة نويبع، ويعد أحد أندر الأودية في العالم، يؤدي إلى بحيرة عذبة خضراء أو فيروزية اللون. تلك البحيرة يصل ارتفاعها إلى ما يقرب من 150 مترا فوق سطح البحر، يقصدها المغامرين والباحثين عن الاستجمام والانعزال عن العالم. منذ ملايين السنين يستقبل وادي الوشواش أمطار السيول الغزيرة التي تجمعت داخل قاع منخفض بأعلى باطن الجبل، حيث يتجمع داخلها عددا ضخما من الأحجار البركانية مثل الجرانيت، مما يجعلها أشبه ببحيرة سباحة طبيعية، لذا اعتبرها الزائر أفضل مكان للتخييم، بالإضافة إلى استخدامه كموقع استشفاء طبيعي، خاصة وأنه غني بالكثير من النباتات والأعشاب. فصوت الوش كان سبب التسمية. يعد وادي الوشواش، والذي اكتسب اسمه نتيجة للصوت الذي تسببه الرياح، وذلك عند اصطدامها بالجبال المحيطة بالعيون، جزءا لا يتجزأ من واد كبير يطلق عليه وادي الملحة، والذي يتكون من ممرين، أحدهما يؤدي إلى واحة خضراء والآخر يؤدي إلى وادي الوشواش. 3 عيون مياه عذبة وتسلق نصف ساعة، هذا الطريق الذي يؤدي إلى الوادي. يتكون الوادي من 3 عيون مياه عذبة ونقية يصل عمقها إلى حوالي 8 أمتار. الوصول إلى أول بحيرة يتطلب التسلق لمدة تقرب من الساعة والنصف، ثم السباحة في مياهه للوصول إلى العين الثانية والثالثة. البحيرة الخضراء هو الاسم الذي عرفت به البحيرة الثالثة، وقد أطلقه عليه بدو سيناء منذ أن اكتشفوه من 10 سنين، ذلك لما يتميز به من لون أخضر زاهن اكتسبه من أحجار الجرانيت والتي تحمل المياه وتكون شكلها الرائع. رغم أن الوادي يدخل في محمية أبو جالوم الشهيرة، لم يحصل على أي بنية تحتية وخدمات مناسبة له، فالوادي لا يخدمه أي طريق ممهد، بل أن القائمين على المحمية يرفضون إمدادها ببنية تحتية، مبررين ذلك أن المحمية يجب أن تظل على طبيعتها.